وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني على حب الإمام الجواد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث على حب الأئمة الأطهار بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المحصومين الميامين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وخلايا يكمنا فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد زنادي أبكي لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار يا دار أين مضى بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة يا عراس بني النبي الهادي بالأهل والأصحاب والأولاد يا هادي يا دار يا دار أرجع نجدك عن أهاليك. هذا لسان حال عقيل زينب عندما وصلت إلى مدينة جدها رسول الله ودخلت إلى دار أخيها الحسين فوجدتها مظلمة معها النساء الثكالى والأطفال اليتامى أخذت تخاطب الدار يا دار يا دار أرجى نجدي عن أهالي
وحجج الله على خلقه. وعندما أقول حجج الله على خلقه هذا ليس كلام مجرد كلام يطلق ويقال، وإنما عليه شواهد من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة وهو يصف أهل بيته قال: إنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. إنما الأئمة قوام الله على خلقه، القوامة من القيمومة، كما في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القيم هو الذي يقوم بأمر غيره، هو الذي يهتم بأمر غيره، والقيمومة مبالغة في الإقامة في الأمر. فعندما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إنما الأئمة قوام الله على، الملاحظ ما قال على هذه الأمة، إنما الأئمة قوام الله على خلقه، يعني الأئمة الأطهار لهم القيادة ولهم الريادة ولهم الولاية المطلقة على الخلق وليس على هذه الأمة فقط. وفي الحقيقة لهم ما لجدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نفس الولاية التي كانت لرسول الله هي للأئمة الأطهار. ثم قال الإمام عليه السلام: إنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفائه على عباده. ماذا يقصد الإمام بهذه العبارة؟ في الحقيقة لها معاني جليلة. من هذه المعاني بأن الأئمة الأطهار كما أن جدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله يعلم ما يفعله الناس، ما يعمله الناس في هذه الحياة الدنيا، كذلك الأئمة يعلمون ما يفعله الناس في هذه الحياة الدنيا. وعندما أقول يعلمون ليس العلم الظاهري، ليس العلم الظاهري، وإنما يعلمون حقائق ما يعمله الناس، يعني يعملون الأمور الباطنية. يعلمون الأئمة ويعرفون بأن فلان هو مؤمن أو هو كافر وإن كان يصلي ويصوم. يعلمون ما تكتسبه القلوب، ما تكتسبه الضمائر، هم يعرفون. في الحقيقة ما له تفسير آخر: إنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده. طبعا دليل من القرآن الكريم لعيد هذا المعنى، الله تعالى يقول في محكم كتاب الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لو نأخذ المقطع الأول من الآية الكريمة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية الكريمة أي عربي؟ يفهم اللغة العربية يشوف الآية الكريمة في غاية الوضوح، يعني اعملوا أي عمل
خيرا او شرا فان الله تعالى يعلم به والرسول يعلم به والمؤمنون يعلمون به. وكما تذكرت مو يعلمون بالاعمال الظاهريه وانما يعلمون حقائق الاعمال باطن الاعمال، يعلمون بالنوايا، يعلمون بما في القلوب اللي هو الكفر او الاسلام، الصدق او الكذب، الرياء او الاخلاص، هذا في الحقيقه الذي يعلمون. فالايه الكريمه صريحه بان كما ان الله تعالى يعلم ما يفعله الناس كذلك الرسول، كذلك الائمه الاطهار. ثم قالت الايه الكريمه وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. بعد ذلك الله تعالى يقول انتم ايها الناس انتم العاملون، راح ترجعون يوم القيامه والله تعالى يواريكم حقيقه اعمالكم التي كنتم تعملونها في الحياه الدنيا. طبعا اكو ايه اخرى تاكد نفس هذا المعنى. الله تعالى قال في كتاب الكريم يتحدث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طبعا الخطاب في هذه الآية الثانية هو الأمة، المراد بأنه هذه الأمة الله تعالى جعلها أمة وسط، وعندما نأتي إلى الشهادة الأمر اليقيني ما المقصود بالأمة؟ ليش ما مقصود بالأمة؟ لأن المراد الشهادة على حقائق الأعمال، المراد الشهادة على بواطن الأعمال، المراد الشهادة على الإيمان أو على الكفر، المراد الشهادة على الإخلاص أو على الرياء، المراد من الشهادة على ما تحتويه وتؤمن به القلوب. طبعا الناس لا يستطيعون، غير مؤهلين، عموم الأمة عموم الناس غير مؤهلة إلى أن تكون شاهدة يوم القيامة، يعني تشهد في الحياة الدنيا ثم الله تعالى يأتي بهم يوم القيامة ليشهدوا على الناس. الأمة غير مؤهلة حتى لو واحد إيمانه قوي، فكيف إذا كان الأمة بهم الفاجر وبهم الفاسق وبهم غير ذلك؟ إذا فما مقصود عموم الأمة، وإنما المقصود شهداء الأعمال اللي تحدثت عنه الآية الأولى. هذا في الحقيقة سئل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية الثانية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال للسائل أظننت أن الله تعالى يريد أمة التوحيد أو أهل القبلة كلهم؟ بعد ذلك قال الإمام إذا كان هكذا فإن في الأمة من لا تقبل شهادته على صاع من التمر، فكيف الله تعالى يحضره يوم القيامة أمام الأمم الماضية ليكون شاهدا وشهيدا؟ قال ممكن هاي الأمة بهم الفاجر وبهم الفاسق وبهم الكافر، ما المقصود هذه الأمة؟ وإنما المقصود ثلة طاهرة الله تعالى قد طهرهم تطهيرا، اللي سمتهم الآية المؤمنون، اللي سمتهم الآية المؤمنون الأولى. سئل أيضا الإمام الباقر عليه السلام عن الآية الثانية فقال المراد بالشهداء الذين يشهدون على الناس يوم القيامة هم الرسل والأئمة. ثم قال الإمام لا يجوز، هذا الكلام إلى الإمام الباقر، شوف تعبيره، يقول لا يجوز أن يأتي الله بشاهد من هذه الأمة لأن في هذه الأمة من لا تصح شهادته على باقة من البصل، باقة من البصل، يقول هذا مصح شهادة المهم الله تعالى يجيبها أمام الأمم حتى يشهد على أعمال الناس، حتى يشهد على نوايا الناس. وإنما المراد من هؤلاء الشهداء اللي تحدثت عنه الآية الكريمة الأولى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، المراد بهؤلاء هم المؤمنون.
أرجع إلى الآية الأولى وقل اعملوا فسأل الله عملكم ورسولكم. في الحقيقة معنى الآية كما ذكرت هو في غاية الوضوح، يعني يا محمد قل للناس فليعملوا ما شاءوا، يعملوا الخير أو يعملوا الشر فإن هناك شهود يرونهم ويعلمون بأعمالهم وينظرون إليهم وهم الله ورسوله والمؤمنون. هؤلاء طبعاً أكو فرق كبير في نفس الوقت، فرق كبير جداً كالفرق بين السماء والأرض، أن واحد يسوي عمل وهو مختلي وما حد يشوفه، ماكو شاهد ولا أحد يراه، وبين واحد يعمل والله تعالى يراه والنبي صلى الله عليه وعلى آله يراه والأئمة الأطهار يرونه، فرق كبير من السماء والأرض. يعني في الحقيقة أعمالنا مكشوفة إلى هؤلاء، أعمالنا مكشوفة، الله يشوفها ورسوله يشوفها والأئمة الأطهار يشوفها. الإمام الصادق عليه السلام يقول احذروا أن أعمالكم تعرض على رسول الله، احذروا إن أعمالكم تعرض على رسول الله خيرها وشرها. ويستدل الإمام بهذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في يوم من الأيام قاعد مع أصحابه قال لهم ما لكم تؤذون رسول الله؟ ففزعوا قالوا له نحن نؤذي رسول الله؟ قال نعم، إنكم تعملون الأعمال السيئة فتعرض على رسول الله فيتأذى، سروا رسول الله ولا تؤذوه. فأعمالنا بالشهادة القرآن الكريم تعرض على النبي الأكرم، تعرض على رسول الله، وتعرض على الأئمة الأطهار بشهادة القرآن الكريم. عبد الله بن أبان هذا كان من المقربين إلى الإمام الرضا عليه السلام، في يوم من الأيام سأل الإمام الرضا قال يا ابن رسول الله أريد أن تدعي لي وتدعو إلى أهل بيتي. جاوب الإمام قال أولست أفعل؟ أما تعلم إن أعمالكم تعرض علي كل يوم؟ يقول هذا الرجل فاستعظمت ذلك، تفاجأت بأن الإمام الرضا يقول لي أعمالكم تعرض علي كل يوم. قال أتستعظم ذلك؟ والله إن أعمالكم تعرض علي كل يوم. بعدين يقول الإمام ألا تقرأ كتاب الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ يقول له هذا المؤمنون والله هو علي بن أبي طالب والمراد علي وأهل بيته. يقسم الإمام يقول له والله المراد بالمؤمنون في الآية الكريمة هو علي بن أبي طالب ثم أهل بيته من بعد أن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، واللي يشهدون على الإيمان والكفر يشهدون على بواطن الناس. فمعناه الآية تريد تنبه المؤمنين وتريد تنبه المؤمنات بأن أيها المؤمنون احذروا، لا تتصوروا بأن ماكو شهود عليكم، وإنما ثلاثة رقباء وهم الله ورسوله والأئمة الأطهار. وحقيقة يفترض بالمؤمن أن يخجل، أن يخجل إذا يعمل عمل يعرض على رسول الله ويؤذي رسول الله. فحجة من الحجج اللي نعيش ذكراه، حجة على الخلق، هو الإمام محمد الجواد. ذكر قسم من المؤرخين بأن الإمام وهو عمره في السادسة من عمره المطهر خرج مع أبيه بناء على استدعاء المأمون إلى خراسان، وبقى طيلة تلك الفترة إلى أن فرق بينه وبين أبيه الموت. طبعاً أكو روايات تقول لا، بأن الإمام الرضا عليه السلام عندما خرج إلى خراسان بناء على استدعاء المأمون ترك عائلته وترك الإمام الجواد في المدينة بعد أن استقر الأمر إلى المأمون سنة 204 للهجرة، ورجع إلى بغداد استدعى الإمام الجواد وقرر أن يزوج من ابنته أم الفضل. طبعاً بناء على هذا القسم الثاني من الروايات يستبعد بأن الإمام الرضا عليه السلام
أن يترك عائلته في المدينة، وكان الإمام الرضا عليه السلام يعلم علم اليقين بأن هذا السفر لا رجوع من بعده إلى مدينة جدة. ولهذا يذكر بعض المؤرخين قلت عندما زار جدة النبي صلى الله عليه وعلى آله ودعه وداع لا رجع من بعده، كذلك عندما زار الكعبة ودع الكعبة وداع من لا يرجع إليها. فمعناه الإمام الرضا عليه السلام كان يعلم علم اليقين بما يحدث له، غير منطقي وغير معقول بأنه الإمام الرضا يترك أهل بيته ويترك الإمام الجواد في المدينة، وإنما اللي يطمئن إلى القلب لا، الإمام الجواد كان مع والده الإمام الرضا، وكما ذكرنا بعد وفاته رجع إلى المدينة مع عائلة أبيه. وراها بعد ما استقر الوضع إلى المأمون، دز علي المأمون اللي هي سنة 204 وقرر أن يزوج من ابنته أم الفضل. قصة زواج الإمام من ابنة المأمون تشبه قضية ولاية العهد إلى الإمام الرضا عليه السلام. شو اللي دعا المأمون؟ في الحقيقة عندما تقرأ كتب التأريخ، طبعاً إحنا كشيعة أهل البيت يعني نحاول حتى أحياناً إذا من بين العباس ما يسلم مثل ما يقول. المأمون بلا شك يختلف عن بين العباس، يختلف عن بين العباس، وتقرأ من التأريخ كان يدافع عن حق الإمام أمير المؤمنين، وكان يؤمن بأن الإمام أمير المؤمنين هو صاحب الولاية والخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله. طبعا وجدال ونقاش مع بين العباس وغير بين العباس. هناك من مؤرخ الشيعة ومن كتاب الشيعة قالوا السبب الذي دفع المأمون أن يزوج الإمام الجواد من ابنة أم الفضل حتى يغطي على ما ارتكبه من جريمة في اغتيال الإمام الرضا. طبعا هذا يستبعد إذا كان المأمون هو طاغي ومجرم، يهم أن يرضون الشيعة ما يرضون الشيعة، لا إطلاقا ما يهم هذا الأمر. وإنما كما صرح المأمون بنفسه، طبعا بين العباس عندما سمعوا بأنه المأمون يريد أن يزوج ابنته من الإمام الجواد اجتمعوا مع المأمون وقالوا له يا أمير المؤمنين، إحنا كان هم وغم على قلوبنا ولاية العهد للرضا اللي الله تعالى كفانا شرها، وتريد مرة ثانية ترجع هذا الهم وهذا الغم إنه بأن تزوج ابنتك إلى ابن الرضا. إضافة هذا قالوا إحنا عندنا خلاف مع آل علي، وتدري أنت الخلفاء اللي قبلك السوى وياهم، فإحنا نحترض على تزويجك ابنتك من الرضا. إيش كان جواب المأمون؟ قالوا في الحقيقة أولاً إذا أنتم تقولون بأن شوفوا الخلفاء من قبل سووا بيا العلي، فقال الخلل عندكم، السبب أنتم الذين ظلمتم آل أبي طالب، أنتم السبب عندكم، وأنا ما كنت متندم على ولاية العهد إلى الإمام الرضا. أما الجواد فأنا اخترت لفضله على الفضلاء من العلماء. يقولهم عجوبة الدهر، هذا كلام المأمون، الجواد على صغر سنه عجوبة الدهر في علمه. وطبعا قالوا له إذا احنا ما نشوف إلا صبي، نشوف صبي لا يفقه من الدين شيء، ولا يعرف الحلال من الحرام، ولا يعرف الفرض من السنة، قالهم لا أنتم غلطانين، والحقيقة كما قلت، وإذا تريدون اختبروه. فاتفقوا أن يمتحنون الإمام الرضا، وراحوا إلى قاضي القضاة يحيى بن أكثم، قالوا له أريد لك تختار مسألة وتحرج بها الإمام الجواد، وراح نعطيك كذا من الأموال بس وتحرج الجواد. وفعلا اتفقوا على يوم معين، وحضر المأمون وحضر الإمام الجواد وحضروا العلماء وحضر قاضي القضاة وكل من أخذ مجلسه، واستأذن قاضي القضاة من الإمام الجواد بأن يسأله هذا السؤال. قال ما تقول في محرم قتل طيرا؟ محرم قتل طير. فقال الإمام قتله في حل أو في الحرم، قتله عالم أو جاهل، يعني يدري هذا ما يجوز قتله، وقتله لو كان عالم وقتله.
قتله مصر على القتل أو لا متراجع وتائه؟ الذي قتل كبير كان أو صغير؟ قتله في الليل أو في النهار؟ الذي قتل حر أو كان عبد؟ الطير الذي قتل كان من الطيور أم غير الطيور؟ كانت الطيور في أماكنها أو خارج أماكنها وفي النهار وعلى أعين الناس؟ الذي قتله كان محرم للحج أو للعمرة؟ فتلحثم قاضي القضاة ولا يدري كيف يجيب، وأصبح في حيرة شديدة، ويذكر مرفوع يقول لك فرح المأمون واسودت وجوه بين العباس، لأن اللي جابوه يحرج الإمام هو أصبح في حرج ولم يستطع أن يجيب بالشيء. مما نستفيد من ذكرى الإمام الجواد وكل مجالس أهل البيت هي حقيقة مدارس إن وبها فوائد كبيرة. سئل الإمام الجواد عليه السلام ابن رسول الله ما الموت؟ قال الموت هو المصفات الذي يصفي المؤمنين من خطاياهم ويصفي الظالمين من سيئاتهم من حسناتهم. الموت هو المصفات الذي يصفي المؤمنين من خطاياهم ويصفي الظالمين من حسناتهم. ما هو الموت؟ ما هي حقيقته؟ كثير من الناس يصورون الموت فد أمر لا يطال، بينما الحقيقة لا. الموت كما يذكر القرآن الكريم وكما وصفه الإمام الجواد عليه السلام يقول هو المصفات، مثل شخص جسمه وسخ ثم يدخل إلى الحمام يتنظف ويخرج من الحمام، هكذا الموت تطهير إلى المؤمنين. بعض أخواننا عندما حضره الوفاة شفته في حالة جزع، لأنه طول وياه المرض فترة طويلة، فقلت له في يوم من الأيام دخل الإمام المؤمنين، وهو في الحقيقة هذا موجود في نهج البلاغة، دخل على أحد أصحابه وهو في مرض الموت، قال له جعل الله ما كان من شكواك حقا لذنوبك، فإن المرض لا أجر فيه ولكنه يحط الذنوب حقا. يقول له هذا المرض اللي الله ابتلاك به هو في الحقيقة تطهير إليك. المرض قد رب العالمين يمكن الإنسان في حياته قبل سكرات الموت إذا ما ابتلى أو لا احتمال يبتليه، بس عنده بعض الذنوب، بعض الناس ذنوبهم كثيرة، فوين يبتلي؟ في سكرات الموت. هذا واحد من الناس بقى 12 يوم يختنق ثم ترجع له روحه، يريد يموت ثم 12 يوم، بحيث حتى الناس قال سبحان إلهي خذ أمانتك، إلهي أقبض روحه. هذا في الحقيقة كان عنده ذنوب كثيرة، كان عنده ذنوب كثيرة، فرب العالمين راد يطهره تماما ويدخل الجنة، ابتلاه في سكرات الموت. فكما يصفه الإمام الجواد عليه السلام الموت هو المصفات الذي يصفي المؤمنين من خطاياهم. إذا رب العالمين يبتلي مؤمن في سكرات الموت أو لا قبل الموت، بشرط أن يصبر ويرضى بقضاء الله تعالى وقدره. الإمام المؤمنين عليه السلام يقول إذا ابتليت بمصاب فصبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإذا جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور، يعني أنت مأثوم. فالمؤمن إذا رضى بقضاء الله تعالى وقدره الله تعالى يطهره. الموت حقيقته كما يذكرها القرآن الكريم انتقال من عالم إلى عالم، ليس إلا مثل الجنين الذي في بطن أمه ينتقل من بطن أمه ومن رحم أمه إلى هذه الدنيا. المرحلة الثانية أن ينتقل الإنسان من هذه الدنيا إلى العالم الآخر، حياة أخرى، وحياة كما يصف القرآن هي الحياة الخالدة، هي الحياة الدائمة لدار السعادة إلى المؤمنين. ذلك العالم
فالموت انتقال من عالم إلى عالم ومن نشأة إلى نشأة أخرى. بعبارة أخرى، الموت هو خروج الروح من البدن. الروح بالنسبة إلها وقت اللي كانت في البدن تستخدم العين، تستخدم اللسان، تستخدم السمع، تستخدم الأيدي. مجرد أن تطلع الروح تموت هذه الأعضاء، ماكو شيء اللي يحركها، ماكو شيء. مجرد أن خرجت الروح، وفي الحقيقة الروح كما نفهم من القرآن الكريم إلها صفتين، إلها ناحيتين. الروح مرة مرتبطة بالجسد، مجرد أن تخرج من الجسد تفقد هذه الخاصية، تفقد هذه الخاصية أن تستخدم أعضاء الجسد، بس هي تبقى حية. الروح تبقى حية حتى في الحقيقة الذين لا يؤمنون، حتى اللي ما يؤمنون بالمعاد يقولون الروح تبقى حية، الروح تبقى خالدة، الروح لا تموت. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك مو من آل فرعون، عندما قتله الفراعنة مجرد أن قتلوه الله تعالى خاطبته الملائكة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أي جنة؟ جنة عالم البرزخ، بدليل قول يا ليت قومي يعلمون. لو كان جنة القيامة يبقى أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى شيء إذا قامت القيامة. فالمراد بالجنة هي جنة عالم البرزخ، فمعناه هذا يتحدث ويتحدث مع الملائكة ويتمنى قوم الذين على الأرض لو يسيرون على منهجه وعلى خطه حتى الله تعالى يرزقهم الشهادة. نفس الشيء الله تعالى يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء وأنتم لا تشعرون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتحدث عن حياة الشهداء، يقول دول لا يقولون عنهم موتى، لا دول مو موتى، هم أحياء، هم أحياء عند ربهم. والدليل على ذلك يقول هم فرحانين ويستبشرون بأهلهم، بل يسيرون على طريقهم الله يرزقهم الشهادة وتبقون يعيشون النعيم. وفي الحقيقة مسألة الروح مو فقط روح المؤمن حية، وإنما حتى أرواح الكافرين، حتى أرواح المشركين هي حية. دليل على ذلك في نهاية معركة بدر، المسلمين ألقوا أساد قادة قريش في البئر في القلي. نهاية المعركة وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وخاطب هؤلاء، قال يا عتبة يا شيبة يا ربيعة يا فلان يا فلان، الدول اللي في البئر، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فالصحابة طبعا الإسلام بعد جديد، قالوا له يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا، ذول أصبحوا أساتهم أصبحت جيفة، بالخصوص صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. بالخصوص الجو كان شديد الحرارة، فقالوا له يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا، ذول أساتهم أصبحت جيفة. ماذا قال؟ قال ما أنتم بأسمع منهم، ما إن ألتفت هكذا حتى تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد. إلا الآن الملائكة واقفين، القرآن يقول الله تعالى يضربون وجوههم وأدبارهم، هاي آية كريمة. فالملائكة واقفين وبيديهم مقامع الحديد احتراما لي، لأن أتحدث معهم يسمعون، ما أنتم بأسمع منهم. في الحقيقة هذا نفس الشيء سواه الإمام المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل. نهاية معركة الجمل كان من ضمن المشتركين معهم المؤمنين قاضي قضاة البصرة، وكان مخلي قرآن في رقبته عندما قتل. فالإمام قال يجلسوه قعدوه، بعدين قال اخرج القرآن رقبته، ثم خاطب قال يا فلان هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. نفس الشيء يجوه بعض الصحابة من أصحابه، قالوا له يا أمير المؤمنين هذا ميت، هذا متوفي. قال فش قال لهم؟ قال كما سمعوا أهل القلي رسول الله فهو يسمعني، هذا يسمعني مثل ما أهل القلي سمعوا رسوله.
من الأمور اللي ترتبط بالموت الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري. وطبعاً الروايات اللي يرويها أبو سعيد الخدري واحد يطمئن لها لأنه من الصحابة الأجلاء. أبو سعيد الخدري يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: إن الميت ليعلم بحامله، ويعلم بالذي يغسله، ويعلم بالذي يدليه في قبره، ويعلم بالذي يدفنه. يقول في الحقيقة الميت يعلم بكل هذه الأمور، معناه روح حية، معناه الروح حية أو يبقى شعاع من الروح يرفرف على الجسد حتى بعد موته. في مسألة التلقين أكو مسألة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقنوا موتاكم، موتاكم مو الموتى، يعني هم بعدهم أحياء، لقنوهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حذيفة اليماني أيضا يروي هذا بعبارة أخرى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها تهدم ما كان قبلها من الخطايا هدما، يعني تغفر الذنوب. طبعا هنا أكو ملاحظة، بعض الناس شفناهم أو سمعنا عنهم عندما يحضر واحد من أقاربه حضر سكرات الموت يحاول يلح عليه: قل لا إله إلا الله، قل لا إله. هذه الحقيقة خطأ. ليش خطأ؟ خطأ ومخيفة. يقول لك أولاً تكون تراعي هذا اللي هو في سكرات الموت، قد لا سمح الله يصير عنده سوء العاقبة ويكره كلمة التوحيد، وإنما أن تتلطف به، أن تقول له قل لا إله إلا الله مرة أو مرتين. إذا ما قالها اسكت عنه، لأنه مو المهم اللفظ، المهم أن يرحل الإنسان من الدنيا وليس في قلبه غير رحمة الله يرجو لا إله إلا الله، أن يكون في قلبه كلمة التوحيد. يعني لو كان واحد متعلق بالدنيا محب للدنيا وتقول له قل لا إله إلا الله وقالها ألف مرة، والله يعني قد ما تنفع شيء. أكو ناس وهو في حالة سكرات الموت مهتم بفلوسه، يفكر في فلوسه وهو في سكرات الموت. فالمسألة كلمة التوحيد نعم مهمة إلى المؤمنين. يذكر عن واحد من الصحابة حضرته الوفاة، كان يلقنون كلمة لا إله إلا الله ولكن ما يستطيع، ثم يحاولون ما يستطيع، فخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله قال: قل لا إله إلا الله، لم يستطع. كررها مرة ثانية قال: قل لا إله إلا الله، لم يستطع. قال: أله أم؟ كان أكو امرأة قاعدة على راسه. قالت: أنا أمك يا رسول الله. قال: أنت راضي عني؟ قالت: لا، بل ساخطة، أنا غاضب عليه. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن ترضين للغائب، أو أحب أن ترضين عني. فقالت: نعم يا رسول الله، أرضى للغائب، أنا للغائب. بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، فقالها. ثم قال: قل يا من يقبل القليل ويحفو عن الكثير، اقبل مني القليل واحفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. فقالها. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله: ماذا ترى؟ قال: أرى أسودين قد اقتربا مني. قال: كررها، قل يا من يقبل القليل ويحفو عن الكثير. ثم قال فما ترى؟ قال: لقد أدبر الأسودان وجاء أبيضان. ثم أخذ الأبيضان يقتربان مني، وقال: الآن دخل وأخذ يقبض بروحي، ثم توفى رحمة الله عليه. فمسألة كلمة التوحيد نعم مهمة، والمسألة المهمة في غاية الأهمية، الله تعالى يسمي يوم القيامة من أسماء يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة إخواني شفنا بعض المؤمنين، أخبرنا بعض المؤمنين، وعندما أقول المؤمنين حقا كانوا مؤمنين. الإمام الصادق عليه السلام يقول: في الحقيقة ما من بشر ومخلوق إلا ويتحسر ساعة الموت. علي من يتحسرون على هذا الوقت اللي نعيشه، على هذه الساعات
التي نعيشها والله إنها أغلى من الدنيا وما فيها. طبعاً للي يفهم هذا الوقت، للي يفهم هذه الأيام، يحدثنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول هناك بعض الناس عندما تحضر الوفاة يقول يا إلهي أريد ترجع لي الحياة ولو يوم واحد، ولو يوم واحد حتى أعمل فيه خيراً. ثم يقولوا له لقد قضيت الأيام والليالي والسنين، يطلب ساعة حتى يتوب إلى الله توبة نصوحة، يقولوا له لقد قضيت الساعات والأيام. فالحسرة على الساعات، الحسرة على الأيام. توفى أحد المؤمنين فرآه أحد الصالحين قال له الحمد لله لقد مت حميدا، أنت كنت طيب، أنت كنت مؤمن، الحمد لله لقد مت حميدا. فقال والله لأن أستطيع أن أقولها أحب إلي من الدنيا وما فيها. هنيئاً لك بالله، أنت لازلت بالحياة الدنيا تستطيع أن تقول الحمد لله. أنا في مكان لا أستطيع أن أقول الحمد لله. ثم يقول لي في عالم الرأي، يقول لي أتذكر أتعرف فلان في ساعة دفني إنه صلى عند قبري ركعتين إنها تعادل الدنيا وما فيها. هذا في الحقيقة يوم الحسرة. نعم، اللي يعرف هذا الوقت والله ما يفرق بدقيقة، ما يفرق بالليل ولا بالنهار. هذا اللي يحذر من القرآن يوم الحسرة. دول اللي كان مثلنا، أخبرت أنا بعض المؤمنين وهو في مرض الموت، خبر الطبيب المعالج قال لي أنت بعد يومين تنتقل إلى رحمة الله. سمعت منه باللسان مش كان أمنيته، مش كان أغلى أمنية إلى بالحياة الرب العالمين شافيه. فيبقى شهر، يبقى شهر حتى يتصالح مع الناس، حتى يتوب إلى الله توبة صالحة، حتى يوصي وصيته، حتى يطيب القلوب، حتى يقدر يعمل بهذا الشهر. ما يريد سنين، ما يريد سنين. كان أمنيته من أعماق قلبه الرب العالمين يرجع له شهر يعيش ثم يموت، ولكن للأسف فاجأه الموت وانتقل إلى رحمة الله. شفت آخر من المؤمنين في صحوة الموت، كان تجينا زعات الموت، هاي الصحوة اللي يقولون حتى يوصي وصيته، طلب قرآن، يريد يستغل الوقت، يريد يستفيد من الوقت، طلب قرآن يقرأ. فيا أخوتي يا أحبتي، خل نفهم حقيقة هذا الوقت حتى لا نتحسر، حتى لا نتحسر على هذه الليالي وعلى هذه الأيام التي نعيشها. فالإمام محمد الجواد يوصينا بهذا الأمر ويقول احذروا يوم الحسرة لا تتحسرون، استغلوا أعماركم. هذا العمر وهذا الوقت اللي نعيشه في الحقيقة كما ذكرت لا يقدر بقدر، لا يقدر بقدر. طبعا للي يستفيد منه، للي يتوب الله، للي يعمل بالخيرات، يصلي الليل، يساعد اليتامى، يعمل الخير. للي يعمل الخير ما يقدر بقدر. احنا في نعمة عظيمة اسمها نعمة الحياة، نعمة الحياة. الناس اللي كانوا ماتوا كانوا مثلنا، كانوا يصورون بأن الموت بعيد عنهم، كان صحتهم جيدة، ولكن للأسف فاجأهم الموت. فاحنا نفس الشيء. ولهذا شو بعض الناس عندما يموت شخص يسألون لماذا مات، هذا ليش مات؟ عندما تقول لهم ما كان بي شيء في الحقيقة، ما كان بي شيء، جاءه الموت وتوفي. يقول لك لا مو معقولة، احتمال عنده مشكلة في القلب، احتمال عنده كذا كذا. في الحقيقة الناس بعقلهم الباطلي يحاولون أن يبعدون الموت عنهم، يحاولون أن يبعدون الموت عنهم. فكان الشاهد هذول مثلنا يفكرون، ولكن فاجئهم الموت. فخل نستفيد من أخواننا الذين رحلوا ونستفيد من أوقاتهم. أختم حديثي عن الإمام محمد الجواد. محمد الجواد كما ذكرت بعد وفاة
أبيه الإمام الرضا عليه السلام أخذ عائلته ورجع، عائلة أبيه رجع إلى المدينة. طبعاً بعدها استدعى المأمون واستقر تلك الفترة في بغداد. سنة 218 هجرية استأذن الإمام، طبعاً بعد زواجه استأذن من المأمون بأن يذهب إلى الحج. صلوا على محمد وآل محمد. فأذن له المأمون بأن يذهب إلى الحج وحتى يزور جد النبي صلى الله عليه وعلى آله. وفي نفس السنة خرج المأمون إلى الحج، وفي الطريق وافاه الأجل. عندما وافاه الأجل تم بايع أخيه المحتصن. طبعاً أيضاً اختلفت الروايات. بعض الروايات قالت بأن الإمام الجواد بقى 5 سنوات في المدينة ثم استدعاه المحتصن. بعضها تقول لا، بأنه سنة أو أقل من سنة ثم استدعاه المحتصن. طبعاً المحتصن يختلف اختلاف كبير عن المأمون. المحتصن معروف مثل المتوكل، معروف بحقده على النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى أهل بيته. ظل يتبع أي طريقة. هو وابن المأمون جعفر حاولا بكل الطرق كيف يختالون الإمام الجواد. آخرها فكر بأن يدعون الإمام الجواد على مؤدب الطعام، فأرسل رسوله ثم يضعون السم إلى الإمام الجواد. وفعلا قرروا هذا الأمر وأرسل رسوله إلى الإمام الجواد. الإمام الجواد كما ذكرنا بأن الأئمة الأطهار تكشف لهم الأمور، وفي الحقيقة حتى الناس الأتقياء العاديين تكشف لهم الأمور. فالإمام عرف الأمر، احتذر، قال أنا أحتذر من هذه الدعوة، وأنا يعني يعذرني المحتصن. قال في الحقيقة الرسول قال ما فيها مجال للاحتذار، يقول لابد أن يحضر. قال له هذه الدعوة، قال له بالنتيجة يقول لابد أن يحضر. وعرف الإمام، ولكن ما عند الإمام الجواد خيار آخر. واللي أراده المحتصن بقى الإمام عليه السلام يعاني أيام من السم. وفي مثل هذه الأيام في شهر ذي القعدة ارتفعت روحه إلى عرجت إلى بارئها. وطبعا شيعة الإمام وحب الإمام أخذوا يبكون وينتحبون وينادون وإماما، ولا بأس أن نقول معهم وإماما ابن جعفر. والذي لم يحضر شيعته جد الحسين، شافت زينب يوم العاشر من المحرم بعد مصرع أخوته وأصحابه وأهل بيته، ولم يبقى معه ناصر ولا معين. واقف في باب الخيمة ينادي ألا من ناصر ينصرنا لوجه الله، ألا من ذاد عن حرمي رسول الله. ولما لم يحصل الإمام على ناصر ولا معين جاءت إليه أخت زينب تقول لأخو يطلبون ثاري البدو
بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. رب وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الأخوة الأفاضل، الأخوات الفاضلات، اللهم تقبل أعمالهم، شافي مرضاهم، أرحم موتاهم، أقضي حوائجهم، والفاتحة إلى أرواح أمواتكم والمات على الإيمان تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.